دون المرور عن المراحل التقليدية السابقة. على سبيل المثال الحصر يسهل أيضا المنصة الحصول على سبيل. انتهز الفرصة لنعلن أنا وزميلي السيد وزير الخارجية عن إطلاق المنصة الرقمية المصممة خصيصا لتأطير وتنشيط مجالس رجال الأعمال مع الربط بين القطاعات والهيئات المعنية والتي تضمن اطلاع المتعاملين الاقتصاديين بكافة المستجدات والبيانات. بوابة هذه اللي درنا الإلكترونية راح تسهل الأمور للمتعامل الاقتصادي كي يحوس على المقابل، يعني الفيزافي المتعامل الاقتصادي راح يلقاه في الدقيقة اللي يحب يتصل بها، وهذا نربحه في السرعة.